مباركة هي مملكة الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. بسلام إلى الرب نطلب. كيريا لأجل السلام العلوي وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب. كيريا سلام العالم أجمع وثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب. كيريا إليسو أجل أبينا ورئيس كهنتنا إيليا المؤقر والكهنة المكرمين والشمامسة الخدام بالمسيح وجميع الكليروس والشعب إلى الرب نطلب. كيريا إليسو لأجل ملكنا ومستعدي وجنوده ولأجل مؤازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب. كيريا كل مدينة وقرية والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب. كيريا إليسو لأجل المسافرين في البحر والبر والجو والمرضى والمتعبين والأسرى ولأجل خلاصهم إلى الرب نطلب. كيريا إليسو لأجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. كيريا الكاملة القداسة الطائرة الفائقة البركات المجيدة والدة لنا دائمة البتولية مريم وجميع القديسين ونودع المسيح للا ذواتنا وبعضنا بعضا وحياتنا كلها لا الذي لا تمثل عزته ولا يدرك مجده ولا تقاس رحمته ولا يفي وصم بمحبته للبشر أنت أيها السيد اطلع بتحننك علينا وعلى هذا البيت المقدس واجعل مراحمك ورافتك غزيرة علينا وعلى المصلين معنا لأنه لك ينبغي كل مجد وإكرام وسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين. آمين. بارك يا نفسي الرب مبارك أنت يا رب بشفاعة يا نفسي الرب أسبح الرب في حياتي أرنم لله على الدوام بشفاعة والدات الإله يا مخلص خلصنا المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين آمين يا
لنكرمن القديسة بربارة الجزيلة الوقار، فقد كسرت فخاخ العدو وكالعصفور نجت منها بمعونة الصليب وسلاحه. يا دليل الإيمان القويم ومعلم التقوى والسيرة الحميدة، كوكب المسكونة وزينة المتوحدين البار يوحنا الدمشقي، لقد أنرت الجميع بتعاليمك يا قيثارة الروح، فاشبع فاشبع إلى المسيح الإله في خلاص نفوسنا. اليوم العذراء تأتي إلى المغارة لتلد الكلمة الذي قبل دور ولادة تفوق كل وصف، فاطر بي أياتها المسكونة إذا سمعت ومجدي مع الملائكة والروح. من شاء أن يظهر طفلا جديدا لأنك قدوس أنت يا إلهنا، وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدوس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. قدوس الله قدوس القوي قدوس الله
الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدوس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهرين آمين. قدوس الذي لا يموت ارحمنا. آمين آمين. قدوس الآب قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. فنصلي. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك، إليك يا رب أصرخ، إلهي لا تتصامم عني. الحكمة. فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس. فلنصغي. يا إخوة، إن الله لكونه غنيا بالرحمة من أجل كثرة محبته التي أحبنا بها، وحين كنا أمواتا بالزلات أحيانا مع المسيح فإنكم بالنعمة مخلصون، وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع ليظهر في الدهور المستقبلة فرط غنى نعمته. باللطف بنا في المسيح يسوع فإنكم بالنعمة مخلصون بواسطة الإيمان، وذلك ليس منكم وإنما هو عطية الله، وليس من الأعمال لئلا يفتخر أحد، لأن نحن صنعه مخلوقين في المسيح يسوع للأعمال الصالحة التي سبق الله فعدها لنسلك فيها. والتسبيح لله دائما. السلام لك أيها القارئ ولكافة الشعب. آللوليا آللوليا آللوليا. كنا سوا الصلاة قبل الإنجيل. أيها السيد المحب البشر، أضع قلوبنا بصافي نور معرفتك الإلهية، وافتح عيون أذهاننا لنفهم تعليمك الإنجيلية. ضع فينا خشة وسياك المغبوطة حتى إذا دسنا جميع الشهوات الجسدية نسير سيرة روحية مفكرين وعاملين بكل ما يرضيك، لأنك أنت استنارة نفوسنا وأسادنا أيها المسيح الإله، وإليك نرفع المجد. إن أبيك الأزلي وروحك القدوس الصالح والمحيي الآن وكل أوان وإلى دهر الدهرين آمين. الحكمة. لنقف ونسمع الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم. ولي روحك. بشارة القديس لوقا الإنجيلي البشير. المجد لك يا رب المجد لك. فلنصغي. في ذلك الزمان وقف يسوع في موضع سهل هو وجمع من تلاميذه وجمهور كبير من الشعب من كل اليهودية وأورشليم وساحل صورة وصيدا، الذين جاءوا ليستمعوه ويبرأوا من أمراضهم، والذين تعذبهم الأرواح النجسة وكانوا يشفعون. وكان الجمع كله يطلبون أن يلمسوه لأن قدرة كانت تخرج منه وتبرئ الجميع. ورفع عينيه إلى تلاميذه وقال: طوبى لكم أيها المساكين
فإن لكم ملكوت الله. طوبى لكم أيها السياولان فإنكم ستشبعون. طوبى لكم إذا أبغضكم الناس وإذا نفوكم وعيروكم ونبذوا اسمكم نبذ شرير من أجل ابن الإنسان. افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا، فهو ذا أجركم عظيم في السماء. والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أيها الإخوة والأخوات المحبوبون في الرب، تحتفل الكنيسة غدا بعيد القديسة الشهيدة بربارة والقديس يوحنا الدمشقي. طبعا كلكم تعرفوا حياة القديسة الشهيدة بربارة، ولكن أود أن أعطي لمحة بسيطة عنها. قديسة بربارة شابة بطلة، شابة بطلة وبتول شهيدة، عرفت السيد المسيح وأحبته بكل جوارح قلبها، ولأجله تخلت عن الجاه، تخلت عن الجاه والغنى والعريس الأرضي، فهو وحده ملأ قلبها. وفي سبيل المسيح احتملت بصبر وشهامة أمر العذبات، وسفكت دمها حباً به، وأخيراً قطع رأسها بيد أبيها ديوسكوروس، فذاع صيتها بين الناس واتخذوها شفيعة لهم، لا سيما في أمراض العيون والحماية من الصواعق. لذلك جدودنا كانوا يرددون هذا المثل الجميل عنها: القديسة بربارة عند الرب محتارة، تحمي الناس من الأخطار والصواعق الغدارة. نعيده سوية: القديسة بربارة عند الرب محتارة، تحمي الناس من الأخطار والصواعق الغدارة. الله يحميكم. وجرت العادة في عيد الشهيدة بربارة على أكل القمح المسلوق، لأن القمح هو رمز الحياة بعد الموت. تلقى القمح في الأرض وتموت، ومنها تخرج السنبلة عنصر الحياة. كذلك يقتل الشهيد ويموت على الأرض، وينتج عن موته حياته السعيدة في دار الخلود. نعم، نحن المسيحيين نؤمن أن الموت ولادة جديدة، الموت ولادة جديدة، فالكنيسة تعيد لجميع الشهداء في يوم وفاتهم، أعني يوم ميلادهم، لحياة خالدة. وبمناسبة عيد الشهيدة بربارة، أحب أن أكلمكم كلمة منفعة عن الاستشهاد في المسيحية. الاستشهاد في المسيحية: الشهيد هو من قاس الموت شهادة لإيمانه وتمسكه بالمسيح. وأول شهيد في ديانتنا المسيحية هو القديس استيفانوس، وأولى الشهيدات القديسة تقلى. ما هو الاستشهاد؟ الاستشهاد هو بذل للذات وعطاء عن حب. فالشهيد هو إنسان أحب الله فوق كل شيء، فوهب حياته من أجله، فكانت لديه الجرأة والشجاعة في الاعتراف بالمسيح حتى الموت. وقد قال الرب يسوع: ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يبذل أحد نفسه عن أحبائه.
الاستشهاد يرتبط قبل كل شيء بالإيمان. التمسك بالإيمان القويم كان هو الدافع الأول إلى الاستشهاد. ونقصد بالإيمان أمرين: أولهما الإيمان بالله الذي جعل الشهداء يعترفون بإيمانهم ويموتون من أجل الشهادة ليسوع المسيح، والأمر الثاني هو الإيمان بالحياة بعد الموت. فموتهم كان مجرد مرحلة مؤقتة، يلتقون بعدها مباشرة بالله ويحيون معه إلى الأبد. بهذا الإيمان قال القديس بولس الرسول: لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح فذاك أفضل جدا. الاستشهاد أيضا تسميه الكنيسة معمودية الدم، والمعمودية هي موت مع المسيح كما ورد في الرسالة إلى أهل روما فصل 6 الآية 3: مدفونين معه بالمعمودية. إذن الإيمان المسيحي يا أحبة انتشر بإيمان الشهداء القديسين أكثر مما انتشر بتعليم المبشرين. فإذا كانت المسيحية هي المحبة، الموت في سبيلها هو قمة الحب والبذل، وهذا ما صنعه الشهداء في العصور الأولى وفي عصرنا الحالي. أجل يا أحبة للشهداء مكانة متميزة في السماء في الكنيسة المنتصرة، إذ هم تحت المذبح لابسين ثياب بيضاء. فلا عجب إذا رأينا الكنيسة المجاهدة على الأرض التي نحن كنيسة، نحن الكنيسة المجاهدة على الأرض، منكرمهم ونضعهم في الأيقونات ونكرمهم، نكرم ذخائرهم وخاصة في الصلوات والطقوس، ونطلب شفاعتهم. إذن هي الكنيسة تفعل هكذا اعترافاً بالشركة الغير المنفصلة بين الكنيسة المجاهدة والمنتصرة، بين الكنيسة المجاهدة والمنتصرة. إذن طلب، لما نطلب شفاعة القديسين والشهداء، هذه عقيدة إيمانية إنجيلية كنسية، عقيدة إيمانية إنجيلية كنسية تمسكت بها الكنيسة الجامعة منذ البداية ومارستها إيماناً منها بالصلة القائمة فعلاً بين أعضاء جسد المسيح الواحد، أي بين الذين ما زالوا يجاهدون على الأرض وهم نحن، والذين انطلقوا ظافرين إلى السماء. أيها الأحباء، ما هي الدروس والعبر التي نأخذها من حياة القديسة الشهيدة بربارة؟ أولاً أن نصمد بوجه التجربة والاضطهاد دون خوف، كما صمدت بربارة بوجه أبيها القلب القاسي أو القاسي القلب وجلاديها، فأعلنت إيمانها بالمسيح بكل جرأة وشجاعة، وكما قال السيد المسيح لنا: طوبى لكم إذا عيروكم واضطهدوكم وافتروا عليكم بكل سوء من أجلي، افرحوا وابتهجوا فإن أجركم عظيم في السماوات. ثانياً، علينا كمسيحيين لا سيما الشباب والشابات أن يتمسكوا بيسوع وإنجيله المقدس على مثال الشهيدة بربارة مهما بلغت التضحيات. فلا تخافوا من أن تكونوا قديسين، لا تخافوا من أن تكونوا قديسين، كما قال البابا القديس يوحنا بولس الثاني. أيها الأحباء، في هذا القداس الإلهي نرفع صلواتنا وتضرعاتنا
لأجل جميع الشهداء الذين استشهدوا حباً بالمسيح في العراق وسوريا ولبنان ومصر، وأن يحفظ وطننا الأردن من كل خطر وشر، وأن يحفظكم أنتم المؤمنين ويبارك حياتكم. ولإلهنا كل المجد والإكرام والسجود إلى الأبد، آمين. وقوف الآن دورة القرابين الحكمة، حتى إذا كنا مصونين بعزتك كل حين نرفع إليك المجد أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. هذه الذبيحة لأجل جميع المسيحيين الحسنين العبادة، أعطهم يا رب النعم الموافقة لخلاصهم الأبدي، وفقهم يا رب في جميع أمور حياتهم وأعمالهم في كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين. أيضا نقدم هذه الذبيحة لأجل السيدة باسمة سمعان والإخوة والأخوات وجميع العاملين في مكتب نور سات الأردن، أعطهم يا رب النعم الموافقة لخلاصهم الأبدي، أعطهم يا رب الصحة والعافية والخلاص، وفقهم في رسالتهم الروحية والإنسانية والإعلامية في كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. Tahun. Biar tak mati.
صلاتنا إلى الرب. كيريه إليسوس. لأجل هذه القرابين الكريمة المقدمة إلى الرب نطلب. كيريه إليسوس. برافة ابنك الوحيد الذي أنت مبارك مع ومع روحك القدوس الصالح والمحيي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. السلام لجميعكم وللروحين. نحب بعضنا بعضا لكي نعترف بنية واحدة بالآب المسيح ونقول المسيح فيما بيننا كائن وسيكون. المسيح فيما بيننا كائن وسيكون. المسيح معنا الآن ودائما بحكمة فلنعلن إيماننا. آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي ألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يجد له يمجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدار الآتية آمين. لنقف حسنا ونقف بتهيب فلنصغي لنقدم بسلام القربان المقدس رحمة سلام ذبيحة تسبيح نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس فلتكون مع جميعكم ومع أن نسبحك ونباركك ونشيد لك ونشكرك ونسجد لك في كل مواضع سيادتك فإنك أنت الإله الذي لا يفي به وصف ولا يحد عقل ولا يرى ولا يدرك الدائم الوجود والكان هو هو أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس
أنت أخرجتنا من العدم إلى الوجود، وبعد أن سقطنا عدت فأقمتنا، وما زلت تصنع كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء وأنعمت علينا بملكك الآتي. فمن أجل هذه كلها نشكرك ونشكر ابنك الوحيد وروحك القدوس، كما نشكر لك كل ما لنا من إحساناتك المعروفة والمجهولة، الظاهرة والخفية. ونشكر لك أيضاً هذه الخدمة التي ارتضيت أن تقبلها من أيدينا، مع أن ألوفاً من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة ماثلون لديك، الشيروبيم والسرافيم ذوي الأجنحة الستة والعيون الكثيرة، محلقين وطائرين مرنمين بنشيد الظفر، هاتفين وصارخين وقائلين: قدوس 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 الرب سباؤ السماء والأرض وقدس وكسر وأعطى تلاميذه الرسل القديسين قائلا: خذوا فكلوا، هذا هو جسدي الذي يكسر لأجلكم لمغفرة الخطايا. اشربوا من هذا كلكم، هذا هو دمي للعهد الجديد الذي يعرق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا. نقرب لك عن كل شيء ومن أجل كل شيء. إياك سيدتنا الكاملة القداسة الطائرة الفائقة البركات المجيدة والدة لنا الدائمة البتولية مريم بواجب الاستهلال حقا نغابر والدة الإله الدائمة طوبى الب
مجدا بغير قياس قداسة البابا فرانسيس الطباوي وبطريركنا يوسف المغبور ورئيس كهنتنا إيليا الموقر وجميع البطاركة والأساقفة، وأنعم على كنائسك المقدسة أن يكونوا في سلام من الصحة مكرمين مدد الأيام مفصلين بأحكام كلمة حقك. قدسهم في خدمتهم واحفظ جميع المؤمنين، واعطنا أن نمجد ونسبح بفم واحد وقلب واحد اسمك الجدير بكل كرامة والعظيم الجلال، أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. ولتكن مراحم إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح مع جميعكم. ومع روحك. بعد أن ذكرنا جميع القديسين أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. يا رب ارحم لأجل هذه القرابين الكريمة المقدمة والمقدسة إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. لأجل نجاتنا ونجاة بلادنا العربية من كل ضيق وخطر وشدة إلى الرب نطلب. يا رب نسأل الوحدة في الإيمان وشركة الروح القدس والنودع المسيح للأدواتنا وبعضنا بعضا وحياتنا كلها. لك يا وأننا امتثالا لوصية المخلص واستنادا إلى تعليمه الإلهي نسر ونقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك Oh, yeah.
الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. إريني باسي السلام لجميعكم. ولروحك احنوا رؤوسكم للرب. ابنك الوحيد ورأفتي ومحبتي للبشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك القدوس الصالح والمحي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. روسكم الأقداس للقديسين. قدوس أنا الخاطئ. كنا سوا أنا أؤمن يا رب. يا رب أعترف أنك أنت حقا مسيح ابن الله الحي الذي أتى إلى العالم ليخلص الخطأ الذين أولهم أنا. أؤمن أيضا أن هذا هو جسدك الطاهر وهذا هو دمك الكريم. فأطلب إذن إليك أن ترحمني وتجاوز عما زللت به عمدا أو سهوا بالقول أو بالفعل عن معرفة وعن جهل. وهني لا نتناول بلا دينونة أسرارك الطاهرة لغفران الخطايا وللحياة الأبدية. آمين. اقبلني اليوم شريكا في عشائك السر يا ابن الله، فإني لا أقول سرك لأعدائك ولا أقبلك مثل يهودا، بل كلسي أعترف لك. واذكرني يا رب في ملكوتك، لا يكن لي تناول أسرارك المقدسة يا رب للدينونة والقضاء، بل لشفاء نفسي والجسد. بمخافة الله وإيمان ومحبة تقدموا. آمين آمين. مبارك الآتي باسم الرب. الله هو الرب وقد ظهر لنا. يا مهر يا مبكر فوقتي يا
عقلنا وسمع والبصر. Thank you.
الذين اشتركوا في أسرار المسيح الإلهي المقدس الطاهر الخالد السماوي المعي الرهيبة لنشكر الرب شكرا لائقا. يا رب ارحم. نشكرك أيها السيد المحب البشر المحسن إلى نفوسنا لأنك أهلتنا في اليوم الحاضر أيضا لأسرارك السماوية الخالدة، فقوم طرقنا، ثبتنا جميعا في مخافتك، صن حياتنا وضبط خواتنا بصلوات وتضرعات والدة الإله المجيدة مريم الدائمة البتولية وجميع قديسيك. تبارك إلهنا كل حين الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. آمين. لننطلق بسلام باسم الرب إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. مبارك مباركيك يا رب ومقدس المتوكلين عليك، خلص شعبك وبارك ميراثك، احفظ كمال كنيستك، قدس المحبين بهاء بيتك، أن تعوضهم مجدا بقدرتك الإلهية، ولا تؤمنا نحن المتوكلين عليك. هب السلام لعالمك، لكنائسك، للكهنة، للملك، وللجنود، ولكل شعبك، لأن كل عطية صالحة وكل موهبة كاملة هي من العلاء منحدرة من لدنك يا أبا الأنوار. وإليك نرفع المجد والشكر والسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. آمين. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدهر. ليكن اسم الرب مباركا رب نطلب. يا رب ارحم. ربي ورحمته تحلان عليكم بنعمته ومحبته للبشر كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. حتى المسيح الأمر الحقيقي الذي قام من بين الأموات ويخلصنا بشفاعة أمير كاملة الطهارة عذراء فاطمة شفيعة هذه الكنيسة المقدسة وبتضرعات الرسل القديسين الجديرين بكل مديح، وأبينا في القديسين يوحنا ذهبي الفم، وأبينا البار يوحنا الدمشقي، والقديسة العظيمة في الشهيدات بربارة، والقديسين الصديقين جدال المسيح الإله يوكيم وحنة وجميع القديسين بما أنه صالح ومحب للبشر. بصلوات يا أبانا القديسين أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا. آمين. وكل عام وأنتم بألف خير. أنت بخير.